ينضم إلينا في الاستوديو الباحث في الشأن العراقي الأستاذ شاهو القرداغي. مرحبا بك أستاذ شاهو. تحياتي، مرحبا بكم. أرحب أيضا بضيفنا من ستوكهولم رئيس تحرير صحيفة يورو تايمز الأستاذ علي الجابري. أستاذ علي مرحبا بك. حياك الله. شكرا لك. أبدأ معك أستاذ شاهو القرداغي. خلال الأيام الماضية عملت القوات الأمنية والميليشيات على استهداف المتظاهرين بالرصاص الحي وأيضا بعض الإجراءات كفرض حظر التجول ليلا. كيف تصف إصرار المتظاهرين على تظاهراتهم والمضي فيها رغم كل هذه الاستهدافات والمعوقات؟ تحياتي لكم وللمشاهدين وللضيف الكريم. حقيقة على الرغم من هذه السلطة الأمنية والإجراءات القمعية وحظر فضل التجوال، إلا أن المواطنين يخرجون ويطالبون بحقوقهم لعدة أسباب. من الممكن تبسيطها في ثلاثة نقاط رئيسية. كل دولة يجب أن تحقق ثلاث عناصر هي غائبة في الدولة العراقية منذ 2003. أولا وهي أبسط شيء، الشرعية. يجب أن يكون هناك لهذه الحكومة شرعية شعبية، وهذه جاءت عن طريق انتخابات تم فيها كمية هائلة من التزوير والتلاعب بالنتائج. الأمر الثاني، العنصر الثاني، الخدمات وتوفير التطوير والازدهار للمواطنين، وهذا العنصر غير موجود منذ 2003، ونحن نتحدث عن أرقام رسمية ب 600 مليار دولار من الفساد ونهب الأموال، وأرقام غير رسمية عن مبالغ أكبر من ذلك. العنصر الثالث الغير موجود هي عنصر السيادة. يجب أن تقوم هذه الدولة بحماية السيادة والوطنية في البلاد، وهذا لم نشاهده أبدا منذ 2003 بسبب التدخلات الإيرانية الواضحة في العراق. المواطن اليوم يشعر بهذه الأخطاء الموجودة ويشعر بالتراكم الفساد الموجود، وبالتالي يصر على الخروج مجددا والمطالبة بحقوقه على الرغم من وقوع يعني استشهاد العشرات واعتقال المئات وأيضا جرح الآلاف من المواطنين وفتح يد الأجهزة الأمنية أولا والميليشيات ثانيا على المواطنين، إلا أنهم يشعرون بهذا النقص الموجود. ينظرون إلى دول العالم أو بعض دول المنطقة، هذه العناصر موجودة في هذه الدول، ولكن في العراق ناقصة، ولم تنجح الأحزاب التي تسيطر على العراق في توفير هذه المطالب خلال السنوات الماضية، وإلى الآن لم تنجح أيضا في إقناعهم بأنها قد تستطيع أن تنفذ هذه الأمور، هذه العناصر، أو توفرها على المدى البعيد أو على المدى المستقبلي، وهذا ما يدفع المواطنين أيضا للخروج ويزيد من حماسهم للمشاركة في التظاهرات. ستبقى معنا أستاذ شاهو. ننتقل لضيفنا عبر الهاتف رئيس تحرير صحيفة يورو تايمز الأستاذ علي الجابري من ستوكهولم. أهلا بكم أستاذ، وأبدأ معكم من مدى أهمية انضمام نقابة المعلمين والطلاب كذلك للتظاهرات وهذا الحراك الشعبي. شكرا جزيلا. ما يجري في العراق هو شيء مفرح وكبير. هذه الثورة بدأت تكبر وتتصاعد، وهناك كل الشرائح العراقية بدأت تشارك، وختامها مثل كانت مشاركة الطلبة في العراق. هؤلاء الطلبة لم يخرجوا في التظاهرات منذ مطلع السبعينات وحتى الآن. إذن هذا تطور مهم وكبير. على السلطات الحاكمة في بغداد أن تدرك جيدا، وأنا أخاطبها بشكل مباشر الآن من خلال الرافدين، لأني أعلم جيدا أنهم الآن يراقبون الأصوات والقنوات الوطنية أكثر من ما يراقبون القنوات الحزبية. أقول لهم عليكم أن تدركوا جيدا أن هذه الثورة مستمرة وتكبر وتكبر. كل هذه التنازلات التي تقدم كشكل كطعم للمتظاهرين لن تجدي نفعا. شعار العراقيين اليوم هو إسقاطكم جميعا، لن تنفعكم كل هذه الترقيعات. لا. عليكم أن تستمعوا إلى صوت الشعب، عليكم أن تخرجوا من هذه السلطة اليوم قبل غدا، لأنكم ستخرجون وستخرجون وستخرج ستخرجون. هذه الثورة لن تتوقف، لن تتوقف يا عادل عبد المهدي، ولن تتوقف بالإطاحة بك فقط وبحكومتك. نعم. ابقى معنا لو سمحت. يجب أن يعود العراق مرة أخرى، وسيعود إن شاء الله. نعم. ابقى معنا لو سمحت أستاذ علي الجابري. أستاذ شاهو القرداغي، يعني اللافت في حراك الموجة الثانية دخول النقابات، نقابة المعلمين، المحامين، وكذلك الطلبة. ما أثر دخول هذه النقابات وكذلك الطلبة على سير هذه
التظاهرات. بلا شك عندما رأينا أن الطلاب أيضا خرجوا بهذه الكمية الهائلة دون اكتراث بالبيانات التي أعلنت أنه سوف يتم فرض عقوبات على المدارس أو على الجامعات التي تسمح بالمظاهرات أو بالاعتصامات، على الرغم من ذلك هذا الخروج يحقق عدة أهداف. أولا، هناك اتهامات بأن شريحة المتظاهرين مجموعة من الشباب أخذوا دعما من السفارات الأجنبية، ويفند تماما هذه النظرية الموجودة، ويؤكد أن جميع شرائح المجتمع يشعر بهذا الظلم الموجود، يشعر بهذا الفساد الموجود، وبالتالي يريد أن يغير، يريد أن يخرج، يطالب بالتغيير، ويثبت نظرية أنه كافة شرائح المجتمع مشاركة في هذا الحراك الموجود وليس فقط شريحة واحدة. وأيضا بإضافة إلى الدعم المعنوي للمتظاهرين، أيضا يزيد الضغط على حكومة عادل عبد المهدي للاستقالة وتقديم المجرمين إلى العدالة. وعلى الرغم من أنه المطالب أيضا الآن زادت ب تقديم القناصين والميليشيات التي قتلت المتظاهرين للعدالة، إلا أنه نرى أن التجاوزات حدثت على الطلاب أيضا وعلى الطالبات في المدارس ومن خرجوا للاعتصامات، وبالتالي لا يوجد إرادة حكومية لمعاقبة الفاعلين. مع هذه الإجراءات الحكومية، إلا أن المتظاهرين لا زالوا أيضا يتوافدون إلى ساحات التظاهر وهم مصرون على تحقيق أهدافهم بإسقاط النظام الحاكم، وهناك ردود فعل أيضا قوية من الحكومة والميليشيات وقوات الأمنية، هناك يعني إطلاق نار كثيف وكأنه هناك جبهة يواجهون فيها أعداء وليس أن متظاهرين سلميين من أبناء البلد وكلهم من شريحة الشباب ومن شريحة المثقفة من الطلبة وأساتذة الجامعات والمعلمين والمهنيين وكذلك عامة الشعب. الآن وردنا استشهاد متظاهر وإصابة 53 متظاهر أيضا برصاص الشرطة الحكومية في محافظة كربلاء، يعني ليس فقط في بغداد، هناك في كربلاء وفي النجف وسائر المحافظات العراقية. كيف تصف هذا المؤشر المتصاعد بالإصرار الشعبي رغم حظر التجول ورغم التهديدات الحكومية، وحتى أن هناك تهديدات جديدة من أبو مهدي المهندس وقيس الخزعلي للمتظاهرين، تهديدات قوية، وأن ميليشياتهم بانتظار أوامر النزول العسكري ضد التظاهرات، تصاعد لهجة الميليشيات أيضا. هم أعلنوا أن هناك مؤامرة على العراق وأن هناك فتنة ويجب إخماد هذه الفتنة، ووصفوا المظاهرات بالفوضى، مع العلم أن أعمال الفوضى هي أعمال انتقامية وتصفي الحسابات بين الأحزاب والفصائل الموجودة في العراق وليس لها علاقة بالمطالب الجماهيرية، لأننا رأينا أنها مطالب سلمية. هذه المطالب وزيادة ارتفاع، يعني كلما قمعوا التظاهرات أكثر كلما ارتفع حدة التظاهرات وكلما ارتفع سقف مطالب المتظاهرين. بالبداية كانوا يطالبون فقط بمحاسبة الفاسدين، الآن يطالبون بمحاسبة المتورطين في قتل المتظاهرين. عبد المهدي دائما يخرج ويتعهد بحماية المتظاهرين ويدعو إلى التظاهر، يعني يدعو إلى حماية المتظاهرين والتظاهر، ولكن على أرض الواقع نرى العكس، نرى القوات الأمنية تقمع المتظاهرين، وبالتالي المواطنين فقدوا الثقة بهذه الحكومة، فقدوا الثقة بوعودها وتعهداتها، سواء الحكومة أو البرلمان أو أي مؤسسة أخرى تحاول أن تخمد المظاهرات عن طريق الوعود، مجرد الوعود. وتدرك هناك إدراك شعبي الآن بأنهم إذا سكتوا وخضعوا وعادوا إلى البيت من جديد وصدقوا هذه الوعود لن يتم تنفيذها كما حدث في 2015 وباقي الوعود البرلمانية والحكومية. في هذا السياق أستاذ شاهون، عودة لضيفنا عبر الهاتف الأستاذ علي الجابري، الحديث عن هذه الإصلاحات ومحاربة الفساد كما تصفه الحكومة، ما مدى جدية هذه الحزم الإصلاحية، وإلى أي مدى تظن أن الشعب الذي يخرج اليوم يعتصم ويتظاهر يصدق هذه الوعود؟ باختصار شديد أقول لكم هناك جدية واحدة فقط لدى الحكومة ومن يقف خلف هذه الحكومة، لديهم جدية في قمع هذه التظاهرات وإنهائها في أي طريقة كانت. ما يجري في الأيام الماضية لا يوحي بوجود نوايا سليمة لدى الحكومة
لتنفيذ المطالب الحقيقية للمتظاهرين. ما يجري هو قمع ممنهج من قبل جهات ترتدي رداء الحكومة. أرجوكم أنتم في هذا الحديث كان أنه القوات الحكومية، هي ليست قوات حكومية. من يطلق النار على أبناء الشعب العراقي، هؤلاء لا يمثلون القوات الحكومية، هؤلاء ارتدوا زي القوات الحكومية. ولكن القوات الحكومية هي من تقوم أيضا، هي الآن من تقوم بضرب المتظاهرين يعني، وليست قوات أتت من بلد آخر. أنا أقول لك معلومات دقيقة وسوف تنشر بعد ساعات في صحيفة يورو تايمز وبالأسماء. من يرتدون الزي الأسود على جسر الجمهورية هم عبارة عن ميليشيات، وهناك قوات خاصة، نعم نعم، هي محسوبة على القوات الحكومية، لكني كنت أود أن أقول أنها تبعية، تقصد الولاء النار على الشعب العراقي، هم لا يمثلون القوات التي نرغب بها أن تكون قوات الجيش العراقي. هذه فرقة خاصة أسسها نور المالكي عندما كان رئيسا للوزراء، معروفة هي الفرقة 99، ومشكلة بشكل كامل من ضباط ومنتسبين من قضاء طواريج، ويدعونهم بالولاء إلى نور المالكي، واستمرت في كل مرة تقوم بقمع المتظاهرين. والدليل أنهم الآن يرتدون اللثام بينما المتظاهرين بصدور عارية يواجهونهم. نعم أستاذ شوقي رداغي، زعماء وعناصر الميليشيا الطائفية الذين دربتهم المخابرات الأمريكية في هنغاريا وغيرها بان تحضيرها لاحتلال العراق وتدمير العراق، الآن هم يتهمون المتظاهرين بأنهم تلقوا تدريبات في دول أوروبية. المتظاهرين يعني المطالبين بداية بالحقوق الإنسانية، ثم تطورت مطالبهم إلى أن أصبحت إسقاط النظام يعني، بينما هناك اعتداءات من القوات الحكومية والميليشيات عليه. جميع الذين وصلوا إلى الحكم فوق الدبابة الأمريكية الآن يتهمون المتظاهرين بأنهم عملاء لأمريكا. نعم. وهم إلى الآن باقون في الحكم بموجب توافق أمريكي إيراني، وهذا الأمر واضح جدا. وبمجرد رفع غطاء الأمريكي عنهم لا يستطيع أي أحد منهم أن يواجه أو يستمر في الحكم. وأيضا أثناء الحرب على داعش لم يتقدموا مترا واحدا إلا بدعم أمريكي كامل ودعم من التحالف الدولي. والآن هذه الاتهامات مثل ما يحدث أيضا في بيروت، هذه محور المقاومة في المنطقة في العراق وفي بيروت، يتهم كل من يخرج للمطالبة بالإصلاح والتغيير بأنه عميل أمريكي. إذن يعتبرون المحافظة على الفساد هو الحالة الوطنية التي يجب أن يستمر ويبقى في العراق وفي لبنان وفي المنطقة. هؤلاء يعتبرون أن المشروع الإيراني الذي انتشر، المشروع الإيراني الذي يراد تنفيذه في العراق كما في لبنان وتثبيته بالكامل، يعتبرون أي خروج ضد هذا المشروع هو مؤامرة أجنبية أمريكية لضرب مشروع المقاومة. وبالتالي يكون مشروع المقاومة تعني الفساد، الفوضى، المحاصصة، الظلم الموجود، الميليشيات، المخدرات، وهذا هو المقصد الرئيسي لما يعني يريدون إيصاله للجماهير، بأن يعني الخروج على هذه المنظومة الفساد هي عمالة للخارج. رئيس هيئة أركان ميليشيا الحشد أبو مهدي المهندس هدد بالوقوف ضد التظاهرات التي وصفها بالفتنة، يعني يصف التظاهرات السلمية بالفتنة التي تريد تدمير العراق. رئيس هيئة ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، رئيس هيئة أركان ميليشيا الحشد أبو مهدي المهندس، ميليشيا أبو مهدي المهندس هو الحاكم الفعلي الذي يوجه هذه الميليشيات وأصحاب الزي الأسود الذين يقتلون المظاهرات. وأنا أتوقع أن خطابه أصدق من خطاب عبد المهدي الذي يتعهد بحماية المتظاهرين بينما يقتلهم على أرض الواقع. ولكن أبو مهدي المهندس وباقي قيادات الميليشيات صريحة بأن مشروع المظاهرات هي مشروع تهدد وجودهم، وبالتالي سوف يقومون بكل ما ينبغي من قمع وقتل للمتظاهرين في سبيل التخلص منهم وضمان وجودهم ووجود مشروعهم في العراق. نعم. نعود لضيفنا علي الجابري الذي ينضم إلينا عبر الهاتف من ستوكهولم. أستاذ علي، ما توقعاتكم لسيرورة الأحداث في الساعات القليلة المقبلة في ظل تواصل الاعتصام في الساحات وكذلك الإضرابات والعصيان المدني الذي أعلنت عنه اللجنة المنظمة للتظاهرات؟ أنا واثق تماما بالشعب العراقي. الشعب العراقي خرج في هذه الثورة ويزداد عنفوان وشجاعة، ولن يعود إلى المنازل ما لم تحقق الثورة كامل أهدافها.
هم يحاولون الآن إطالة مدة بقائهم، يحاولون الخروج بحلول ترقيعية بسيطة لكنها لن ترضى الشعب العراقي. هذه الثورة العظيمة التي خرجت لن تتوقف حتى تكتمل كل أهداف الشعب العراقي باقتلاع هذه الحكومة ومن يقف خلفها من جذورها، واقتلاع التدخلات الإيرانية في العراق بشكل كامل، لأن هذه هي الفرصة الكبيرة التي أتيحت للشعب العراقي لكي يقول لا للظلم، يقول لا لكل ما يجري في العراق من قتل. لكن بالمقابل سيستمر للأسف، سيستمر القمع، وهناك معلومات موثقة أن هناك مخططات لقمع المتظاهرين بشكل أكبر، وهذه الميليشيات عندما تشعر بالخطر الحقيقي يداهمها تخرج بالوجه الحقيقي لها وتقوم بقتل ممنهج لأبناء الشعب العراقي. نسأل الله أن يحفظ العراقيين ونثق بهم وبقدراتهم، ونحن معهم في كل مكان بالعالم ننقل صوتهم، وهم أبطال يقفون في الساحات، وشبابنا وأطفال العراق هم أبطال ويقفون في الساحات، ولن ترهبهم هذه الحكومة وهذه الميليشيات. على الميليشيات أن تعرف أن أطفال الشعب العراقي أصبحوا رجال يهزون الجبال، أصبحوا رجال يقفون بوجه إيران ومخططاتها. هذا هو واقع الحال في العراق، وعليهم أن يدركوه جيدا، والنصر قادم إن شاء الله، ونحن نثق بإمكانية وقدرة الشعب العراقي في تحقيق كامل أهدافه في هذه الثورة المباركة. شكرا جزيلا لكم رئيس تحرير صحيفة يورو تايمز الأستاذ علي الجابري، كنت معنا عبر الهاتف من ستوكهولم، وشكر موصول كذلك لضيفنا في الاستوديو الباحث في الشأن العراقي الأستاذ شاهو القرداغي. شكرا لكم. شكرا.